مشاهدنا، ولمناقشة هذا الملف والحديث عن أوضاع الأطفال في العراق في ظل تقارير عن تهميش الحكومة لهذه الشريحة وعدم وجود برامج ورعاية للأطفال، ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا بك أخي، حياك الله. بياك حياكم الله دكتور. يعني السؤال، لماذا كل هذا التشاؤم على مستقبل الأطفال في العراق في ظل احتفال العالم ودفاعه عن ضحايا العدوان من شريحة الأطفال؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز بالمشاهدين الكرام والقناة الكريمة. هذا التشاؤم هو ليس الموقف بالتأكيد شخصي حيال الجهات المعنية عن الأطفال في العراق بقدر ما هو قراءة لواقع مؤلم. أكبر دالة له هو غياب المؤسسات الحقيقية والتشريعات اللازمة لتنشئة أو لإعداد الأطفال بصيغة جيدة لتنشئة حالة إيجابية مستقبلية. إذن لا برامج موجودة، لا مؤسسات موجودة، لا مناهج دراسية وطنية بالمستوى اللازم، وبالتالي التشاؤم يتمخض لهذه الأسباب وليس لموقف معين حيال الحكومة. متى ما تمكنت الحكومة أو الجهات المعنية عن تهيئة برامج مؤسسات كادر تعليمي علمي للأطفال يكون لنا تفاؤل في مستقبل الأطفال، ولكن طالما الحالة كما هي، إضافة إلى ذلك الحالة الصحية والحالة المعيشية كلها تجتمع مع بعضها تجعلنا متشائمين لوضع العراق المستقبلي للأطفال. طيب، هنا أيضا صحيفة ديلي فنلند تقول أن مشاهد القتل والجثث تركت بصمات سلبية لدى أطفال العراق. كيف يمكن أن تؤثر الحروب على أجيال متتالية شاهدت الجثث وشاهدت الدمار وسمعت إلى الغارات والصواريخ والدماء في الشوارع؟ بالتأكيد الطفل عندما ينشأ وعينه على الدم تنعكس على سلوكه المستقبلي. هذا واحد. اثنين، الدم والقتل لا يطيل فقط حالات المشاهد المروعة التي تؤدي حال الطفل بقدر ما أيضا شملت مؤسسات الأطفال، فكثير من دور الخاصة بالأطفال ألغيت، ذهبت، سلبت، دمرت. الكادر التعليمي، الكادر التوجيهي أيضا لقى وعانى ما عانى من هذا القتل، وبالتالي محصلة باتجاهين. اتجاه الأول التأثير السلبي على نفسية الطفل في كيفية التعامل مع المجتمع بشكل عام والمستقبل، ثم غياب المؤسسات والجهات المعنية في تنشئة الطفل. إذن غاب عن الطفل تنشئته المنهجية الوصولية وحلت محلها حالة الترويع وحالة التخويف وحالة اللا أمان، وبالتالي تنعكس ذلك. نرى الأطفال أساسا حتى الذي تتوفر لهم فرصة للذهاب إلى المدرسة نرى يترك المدرسة لأسباب كثيرة قد نأتي عليها لاحقا. نعم، هنا أيضا لماذا تغيب أي برامج حكومية لحماية الأطفال على جميع المستويات، خصوصا لو تحدثنا عن الأطفال النازحين والمهجرين وصل بهم الحال إلى الهروب من التعليم من أجل العمل، كما اعترفت مديرية تربية الديوانية بأن الجنوب يعاني من تسرب الأطفال والتلاميذ من المدارس وكذلك يتوجهون إلى مراكز المدن، وأكثر فئة من الأطفال هي البنات، يعني يتم يعني تترك المدرسة أما لعدم وجود موارد مادية أو تعمل من أجل الإعالة. نعم، حضرتك في ما فضلت بي أكدت لي أن في الديوانية منطقة الجنوب العراق والتي لم تشهد أساساً تهجير ولا مهجرين. نعم. إذا المناطق التي تعد مستقرة هي تعاني من إهمال كامل للطفل، فما بال المناطق المهجرة المخيمات التي لم تهجر تعاني من التصحر والجفاف. تعاني، نعم، فما بالك بالمناطق التي هجرت أو الملاجئ أو مخيمات اللاجئين. نعم، المشكلة أن الحكومة للأسف الشديد منذ 2003 لم تعتني بأسباب نشأة المجتمع السليم، فغاب عنها كما قلنا التنشئة للأطفال، غاب عنها مراكز الشباب، كانت هناك مراكز رياضية للشباب فنية مختلفة غابت نهائيا. إذن أنا أعتقد أنها كأنها برمجة أو توجه واضح لهذا الاتجاه حتى يفرغ أو حتى الشعب أو أطفال الشعب اللي هم مقاتل المستقبل لا ينشؤون التنشئة الصحيحة.
وللأسف الشديد نرى ترك المدارس يعقبها اللجوء إلى التسول والعمل بأعمال حتى مرهقة على عمر الطفل، وبالتالي ستنشأ حالة مضاعفة عند الطفل، حالة رغبة للمال بالاتجاه الخاطئ، حالة لاستخدام القوة لاستخدام المال، وبالتالي يغيب عن الطفل التفكير والوعي بقدر ما تنشأ عنده حالات القوة، والقوة تلد لاحقا مع الجهل نوع من الانفلات الأمني، وهذا ما نخشى على مستقبل العراق. أيضا بالحديث عن التسرب من التعليم، المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان يؤكد أن العراق يقع في المرتبة الرابعة عربيا في عمالة الأطفال، أثر هذا على مستقبل الأطفال؟ وهنا تقرير آخر يتكلم عن وجود مليون طفل يعملون في سن مبكرة، مليون طفل بعد 10 أو 15 سنة هم من المفترض أنهم بنات المستقبل. يحضرني مقولة إلى رئيس وزراء بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سأل عن جهتين، سأل عن التعليم قال له لا بأس به جيد سالم، وعلى القضاء قال إذن نحن بخير. القضاء أساس الملك والتعليم أساس إنشاء مجتمع. للأسف الشديد الحكومة غاب عنها هذا الاهتمام بشكل على ما يبدو مدبر، يعني ليس تحصل حاصل أو جزء من خلل عام، لا، بقدر ما هو مبرمج ومنهج كامل، وبالتالي هذا سيؤثر على تنشئة الطفل، على طبيعة توجهات الطفل. لذلك نعتقد نحن كمتابعين أن هذا التوجه سيكثر من الاتجاه إلى الطرق غير إيجابية كالمخدرات، كالسرقة، كأعمال لا قانونية، ثم يضيع أمل البلد في أن يكون هناك أمل مستقبل للبلد، طالما رجال المستقبل الذي يعدنا اليوم هو غائب عن البرنامج الإعدادي اللازم. إذن نؤكد ونؤكد أنها هي مهمة على ما يبدو، جزء من مهمة التفليش الذي دعا أو الذي قال عنها بعض قادة العملية السياسية أنهم جاءوا ليفلشوا ويهدموا البلد، فالتهديم عن طريق الطفل عن طريق الجيل القادم هو أكبر ذية للبلد للأسف الشديد. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا لكم على هذه المداخلة.